ايفريوان، كي درتوا لاباس عليكم؟ قبل ما نمر للموضوع ديال اليوم، غادي نحل معاكم هاد البوكسز. هادو اواني خشبيه، انا كنحماق على الاواني الخشبيه، وكنتو كما شفتوني درت واحد لا فيديو في رمضان على المائده ديال الافطار بالاواني الخشبيه وسولتوني عليهم. لذا اليوم جبت لكم خصم ديال 20% ديال اي منتج شريتو من هاد الاونلاين ستور. غادي نخلي لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، شوفوا كل شيء الايتمز اللي عندهم. عندهم ماشي فقط غير الاواني الخشبيه، عندهم اي حاجه كتبغيتوها، يعني حتى ديال الجيم، على اي حاجه ديال الدار، ديال الكيتشن، كل شيء عندهم. فغادي يكون 20% خصم على اي 10 دولار او اكثر كتشريوها من هاد ستور. وخليونا نشوفوا هاد الشيء. ونبداو بهاد الصغار، نشوفوا شنو فيهم. و ماس، معلقه وفرشات، جوج من الحال. هذا نخطب مع طبيصلاتهم. او ماي جاد، ما تصوروش شحال كيحمقوني انا. هادشي كيعطيوك واحد الدفء في الدار، في الطبله، حتى ريحه الخشب كتحمقني انا، كنحمق على ريحه الخشب. هادو بقاو صالحه لهكذا شي بيكنيك، ولا حتى في الدار، ولا فين ما، وخفاف ساهلين في هذا. هادو ديال سالاد، معلقه، وهادوك كتخلطوا بهم السالاد. كومسي كومسا زوينين. ديجا عندي ديك البول ديال السالاد كبيره، كانوا خاصيني غير هادو. وهنايا هادو وقيلة جبيبينيات، ياه، مع المعلقات ديالو. وهاد الخشب راه صحي اكثر على البلاستيك، على شحال من حاجه اخرى، لان الخشب ما كيتكونوش فوق منه البكتيريا بزاف عكس البلاستيك. فكيكون صحي. شوفوا هادو شحال غزالين. او ماي جاد، كاينين ديال لي ديال البامبو بحال هادو. هادو كيكونوا ديال البامبو بحال داك سميتو البامبو الخيزران، يعني داك الخيزران كيكون بحال ديال بحال القصب هو، ولكن كبير على القصب. ثانك يو، قالوا لي ثانك يو. وهنايا هادو طبيصلات، 4 ديال الطبيصلات بحال هكذا. او ماي جاد، انا اي كان ويت باش نستعملهم. شوف كيجيو فنونين. واحسن حاجه انكم الا بغيتوا تاخذوا اي حاجه ديال الخشب دائما تكون وان بيس، تكون قطعه واحده، ما تكونش مركبه. عرفتوا دوك القطع اللي كيكونوا ملصقين بالغراء وداك الشيء، من الاحسن انكم ما تاخذوش هادوك، يعني اللي كيكون صحي وكيطول مده اطول هو القطعة الوحيدة. يعني حاولوا ما امكن تكون بحال هكذا. شفتوا هذا ما ملصقاش، يعني ما دايرينش منه مثلا جوج ديال البيسز. هذا دابا شجرة مثلا، جذع ديال الشجرة صيبوا به هذا، وغناخذ واحد اخر من هذا. زوين في الفالنتاين، فطور ولا وات ايفر، كلشي خاصني نشمو. وهادو خديتهم غير هذا بحال هكذا، يمكن لك ديري فيه اي حاجه، يمكن لك ديري فيه سواء الماء، يعني الا بغيتي بحال هكا تحطي كويسات، ولا انا خديته غير على حساب الوراق، ولا على حساب دوك الميلز اللي كيوصلوني. نخليهم بحال هكذا تما، يبقاو نحتفظ بهم بحال هكذاك منظمين، احسن من هذا ما غاديش نستعملهم في الكوزين. دوك كتجي بحال هكذا كتركب. وهذا هذا بلاطوات ديال الخشب. بحال هكذا. هذا بامبو، شفتوا البامبو هكا كيكون، والاخر الخشب كيكون شويه قهوي عليه. هذه جات بحال هكذا. وعاد باش كاين واحد كبر منه بحال هكذا.
هاد ستور الا دخلتوا ليه شفتوه فيه بزاف ديال الاوبشنز وحدين اخرين. يعني انا خديت غير داكشي تقريبا اللي ما عنديش، حيت قالوا لي اختاري داكشي اللي تقريبا ما عنديش وباغيه محتاجه. سو هادو كيجيو بحال هكا. او هذا بلاتي نوريكم، هذا زوين كنت باغياه. و اما ني لقيتو في اغلبيه ديال هذا الشيء ما كتلقاوهش صراحه في الشوبس ولا مثلا في الماركت هنايا في ستورز، ما كيكونوش قلال، تلقاي اختيارات محدوده، لكن اونلاين كتلقاي جميع اختيارات اي حاجه بغيتيها. نولينا يو ويت ذير مامي ام دوين سامثينغ ثانك يو. هذا كيجي بحال هكذا في الكوزينة، كندير فيه ديري فيه كوكيز ولا خبيز الا كنتي هذا كوكيز. او ماي جاد شحال غزال زوين. انا محتاجه في الكوزينة بحال هكذا. شنو اتس فور لينا؟ اوكي اتس فور لينا. او شنو باقي هذا؟ هذه ديك. وهذا نجيب بحال هكذا روينه. هذه ديال الابيتايزرز ولا شوفوا فيها هاد اللعيبه اللور. او ماي جاد شوف حتى انا كنستعمل بزاف مثلا لي فخوي ديروا فخوماج لي فخوي المكسرات وات ايفر داك الابيتايزر و فوسط الطبلة باش كل شيء قريب لك. اي حاجة اخرى يمكن لكم ديروها هذه، ولكن كواليتي واعرة كاليتي ديالها، يعني خشب ثقيل وكيبان لكم متقون. وهادو هما الاواني اللي خديت. كيفاش هاد الخشب يعني عنده واحد سبيسيفيك واي باش تحتفظوا عليه، يعني خاصكم تحتفظوا عليه بطريقة يعني مختلفه للاواني الاخرى. ما كيبقاش بزاف في الماء، يعني من الافضل مثلا دوك بحال هادو البول ولا دوك الكبار ديال السالاد، من الافضل غير ترينسيهم هكذا في الماء، تشلليهم في الماء وتمسحيهم بواحد الفوطه، ما تخليهمش فيهم الماء مده طويله ولا تخليهم مرقدين في الماء ولا حتى معالق ولا اي حاجه اخرى. دائما سو بلاس تمسحيهم تغسليهم وترجعيهم بلاصتهم ينشفوا، وتخليهم دائما في بلاصه اللي مهويه. ما تنساوش تشوفوا اللينك لتحت الا بغيتوا، الا كنتوا مهتمين يعني بالامر، وتاخذوا الخصم ديالكم. يعني غادي مباشره فاش تدخلوا اللينك غادي يبان لكم الخصم ديالكم على اي منتج خديتوه فوق من 10 دولار. وندوزوا للفقره المواليه. الموضوع ديال اليوم هو تضخيم العضله بشكل سريع ولا بالطريقه الصحيحه، لانه صحيح انك ممكن تكبري العضله اي عضله في الجسم وتضخميها وتناسقي الجسم ديالك، وكما سبقت وقلت ان الى مثلا عندك التحت اكبر من الجزء السفلي اكبر من الجزء العلوي، فلازم انك تركزي تمارين المقاومه باوزان على الجزء العلوي ماشي السفلي باش تناسقي هكذا الجسم ديالك وتكبري العضله في الجزء اللي عندك ناقص على الجزء الاخر. فكيفاش نكبروا العضله او نضخموها بطريقه صحيحه؟ صار غادي نقول لكم ثلاثه الاساسيات لتضخيم اي عضله في الجسم بطريقه صحيحه. اولا قبل ما نبداو يعني غادي ننشر واحد النقطه اللي بزاف البنات كيقول لي واش ممكن نكبر الصدر بتمارين المقاومه. غادي نقول لكم نو، ممكن تشدوا الصدر بتمارين المقاومه، لكن باش تزيدوا الصدر نو. الصدر حاجه وراثيه وغالبا ان تدي كيكون عباره على دهون ماشي على عضلات، فالعضلات كاين كيكون اللور لكن الدهون كتكون فوق من العضله، فغالبا الصدر كتكون حاجه وراثيه. لكن نقدروا نقولوا ان الارداف ولا المؤخره ممكن نزيدوهم بتمارين المقاومه باوزان وبطريقه صحيحه. اذا هناك ثلاثه الاساسيات مرتبطه ببعض، يعني ضروري اننا نتبعوهم بثلاثه باش نحصلوا على نتيجه، سواء كنا باغيين ننسقوا الجسم ديالنا او الا كنا باغيين نزيدوا وزن. فاول حاجه نتكلموا عليها هي الرياضه. تمارين المقاومه هي الحل الوحيد زياده اي كتله عضليه ولا نكبروا اي منطقه في الجسم. ف نهضروا اولا على الحالات اللي كيكونوا فيهم العضله. العضله عندها ثلاثه الحالات، عندها حاله ديال الايزومتريك كتسمى الايزومتريك، وعندها الاسنتريك، وعندها الكونسنتريك. يعني مثلا ناخذ العضله ديال البايسب، ف
اخر دراسات ولا اخر تجارب دارت على واحد المجموعه ديال الناس ان هاد الاسنتريك هي الفعاله في تضخيم اي عضله. مثلا ناخذ البايسيب ديالنا، هذه هي فاش كيكون الاسنتريك، يعني اي مقاومه او ميم طون كتكون ممدده، يعني ممدده للماكسيموم ديالها. ملي كتكوني هازه الدامبل وكديري هاد الحركه فهذه هي الاسنتريك. فاش كتكوني مجموعه العضله كتكون مجموعه بحال هكا فهذه هي الكونسنتريك. فاش كتكون فقط مقاومه ولكن ما كاين لا ما ممدداش وما مجموعاش فكتكون الايزومتريك. سو هذه ملي كتكون هكذا هي اللي كتمزق لنا الالياف العضليه ديال اي عضله في الجسم، وهي اللي كتخلينا نعاودوا نبنيو دوك الالياف العضليه وبالتالي العضله ديالنا كتكبر. تفسير بسيط يعني غادي نحاول ما امكن نوري باش تفهموا، خاصكم ضروري انه باش تعرفوا هذا الاسنتريك وتعرفوا التمرين الصحيح اللي خاصكم ديروا باش تضخموا العضله اللي تعتمدوا عليه اكثر، اللي هو الاسنتريك. هو يعني اي موفمون درتوه كتجبدوا فيه العضله. ناخذوا مثلا العضله ديال الارداف، اشنا هي الوضعيه اللي كتكون فيها العضله ديال الارداف فاش كتكون اسنتريك؟ هي فاش كتكوني سكوات، فاش كتكون العضله هي كتكون ممدده للماكسيموم، كتمدد ديك العضله كامله، يعني هذا هو الاسنتريك. هاد التمرين خاصك تعتمدي عليه اكثر، ماشي فقط غير سكوات، يعني بزاف د الحوايج اخرين معها، لكن سكوات داكشي علاش كيقولوا سكوات فعال في تكبير المنطقه ديال الارداف. كذلك مثلا العضله ديال الكتف، عضله ديال الكتف، احسن تمرين العضله ديال الكتف هو هذا اللي غنحط لكم، يعني ملي كتكون مقاومه وكيتجبد كل شيء العضله ديال الكتف كتجبد لو ماكسيموم ديالها حتى هي، وكنعاودو عاوتاني نطلعو وثاني كنرجعو بحال هكا. يعني هذا هو احسن طريقه لتكبير اي عضله في هذا في الجسم، زائد انكم لابد انكم تردوا البال للتكرار والجولات. الجولات ضروري انها تكون فوق من 3 الجولات، يعني الا بغينا نكبروا اي عضله خاصنا نديروا ضغط على هذيك العضله باش تكبر. وخاص كذلك التكرار، التكرار دائما كيكون فوق من 6 ديال التكرار حتى ل 15 تكرار، يعني ما كنديروش قل من 6 وما كنديروش قل من 3 ديال الجولات. اذا شنو باش نقدر نبدا، شنو هما الاوزان اللي نقدر نبدا بهم، ولا امتى نقدر نزيد اوزان؟ هذا موضوع كبير 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 بزاف، لكن غنختصره ونحاول نبسطه ما امكن. فغادي نقول لكم ان العضله عندها ذاكره، ما كايناش في العضله، كاينه في الدماغ ديالنا، لكن الدماغ ديالنا ملي كنحطوا واحد الاجهاد على العضله ديالنا، فالاشاره دي واحد المنطقه في الدماغ كتعطي اشاره للجسم ديال انك هي نفس المنطقه تقريبا اللي متعلقه بالخوف، احنا ملي كنخافوا نفس المنطقه في الدماغ، فهي هذيك المنطقه كتعطي اشاره للجسم انه هذيك العضله راها اليوم كانت تحت واحد الضغط ولا واحد الاجهاد كبير، فخوفا من انها توقع في نفس المشكل مره اخرى كترسل اشاره انكم كبروا لي ديك العضله. فهمتي؟ يعني هذيك العضله فاش كتكبر وكتولف داك الوزن ما كتبقاش تضرك، يعني الغد ليه ولا انت نورمالمون ملي كتريني ولا هذا كتبقى تضرك ديك العضله، لكن ملي كدوز واحد المده وكتولف داك الوزن ما كتبقاش تضرك، كتقولي علاش ما بقاش كيضروني عضلاتي، ما كبقاوش كيضروك العضلات ديالك لانه ولفات، يعني خاصك ديك الوقت هي اللي خاصك تزيدي فيها اوزان، تمرني باوزان اكثر، ماشي ضروري انك تزيدي اوزان كثيره، تقدر تزيدي غير نص كيلو ولا ثاني حاجه هي التغذيه. يعني هاد الاشاره اللي كتجي من الدماغ، الا ما لقاتش ماكروز، ما لقاتش بروتينات كربوهيدرات فات، ما لقاتش هادشي كامل، ورسلات اشاره وما كاينينش، يعني ما غاديش تضخم لكم العضله وغتضربوا كل شيء التمرين ديالكم في زيرو. فلا بد من التغذيه تكون كذلك منظمه. البروتين 2 غرام لكل كيلو فيك، يعني فيك 60 كيلو غادي خصك 120 غرام ديال البروتين في النهار. 160 غرام ولا 120 غرام راه ماشي هي 100 غرام ديال اللحم ولا 100 غرام دجاج ولا 100 غرام ديال هذا، نو 100 غرام دجاج يلا كتكون فيها 21 غرام ديال البروتين. سو ردوا البال البروتين ديالكم، ردوا البال الكربوهيدرات ديالكم، الكربوهيدرات مثلا النشويات كتكون من 45 40% حتى ل 65% من الحاجيات ديالكم اليوميه كامله ديال السعرات. كذلك الفات ضروري من الدهون الصحيه، كذلك ضروري من الالياف، ضروري من المينرالز، يعني الاملاح المعدنيه، الفيتامينز، كل شيء هذا الشيء ضروري في الفتره اللي باغيين حنايا نزيدوا كتله عضليه ديالنا. نمروا كذلك
لفترات الراحة ولا عمليات الاستشفاء. عمليات الاستشفاء ولا فترة الراحة اللي خاصها ضروري تكون بين تمرين وتمرين خاصها تكون على الأقل واحد يومين. يعني بالنسبة للعضلات الكبار سبقت تحدث على هالشيء، ولكن اليوم غادي ندخلوا لأن هذا فيديو خاص فقط بتضخيم العضلات. فغادي يخصك ضروري أنك تخلي فترات الراحة بين كل تمرين وتمرين. ما كنخدموش نفس العضلة يوميا، خصوصا العضلات الكبار بحال الفخذين ولا الأرداف ولا المؤخرة ولا هاد العضلات كبار كيحتاجوا من 48 حتى 72 ساعة ديال الاستشفاء. فاحنا ما كنتدربوش يوميا تشالنج ديال سكوات تشالنج ديال نو. خاصك تخلي فترات الراحه بين يعني يومين في السيمانه حتى لثلاث ايام الماكسيموم باش تخدمي واحد الجزء في الجسم ديالك، لانك الا رهقتي وما خليتيش الفتره الاستشفاء تكمل والالياف العضليه مازال ما تبناتش مره اخرى، فانت غادي تخسري عوض انك كتضخمي العضله فانت كتخسري عضله. كذلك النوم الكافي، يعني ضروري من النوم الكافي لان هرمون النمو كيتزاد فتره النوم، فاذا ما كنعسوش مزيان كذلك ما غاديش يكون عندنا شي نتيجه مبهره. وما تنساوش ليا الماء 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 بزاف ديال الماء، لان العضلات كيحتاجوا بزاف ديال الماء. ف ما تنساوش ديما الماء حداكم، ديما قرعة الماء 3 لتر على الاقل في النهار خاصكم تشربوها ضروري. الناس اللي كتمرن الناس اللي باغا كتلة عضلية. نتمنى لا فيديو تكون مفيدة، راني حاولت نختصر ما امكن. الناس اللي كيقول لي فيك الهضرة بزاف حاولت نختصر ما امكن، لان كاين بزاف الناس كتبغي تفهم، الناس كتبغي الشرح ما كتبغيش فقط التلقين، كتبغي فهم. ونتمنى لا فيديو تكون مفيدة وعجبتكم، و سي يو ان ذا نيكست فيديو.